اهلا بكم اعزائي المشاهدين. ودايما احنا بنقف مع او على الاقل بنتعرف ونوضح مبادرات مهمه جدا في حياتنا، مبادرات يمكن اصحابها اصحاب جهد تطوعي كبير ولكنهم مصرين على النجاح برغم قله الامكانيات، برغم المشاكل اللي موجوده في اي مكان. مبادره العمل للامل، واحنا كنا اتكلمنا عن المبادره دي في اسطبل عنتر وعزه خير الله. لا، الموضوع النهارده بقى اوسع من الحدود داخل منطقه معينه، لا بره مصر كمان. مبادره الامل او العمل للامل قافله قادمه من طرابلس الشرق او طرابلس شمال لبنان. حسن امين مصور فوتوغرافيا وصحفي مشارك في هذه القافله واللي كان معانا قبل كده في موضوع اسطبل عنتر وعزه خير الله. اول الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بديتوا الرحله امتى والظروف اللي قابلتكم وازاي قدرتوا تتغلبوا على مشكله وجو انتوا رايحين وجو مشحون لاجئين سوريين ومشاكل والى اخره؟ احنا بدانا 18 اغسطس كنا هناك في طرابلس حي تنك. المشاكل كانت قبل ما احنا نروح، لان كانت لبنان هي المحطه البديله نظرا ان احنا كنا هندخل الحدود التركية السورية الأول. كان في مخيمات اللاجئين على الحدود التركية السورية التركية. الحدود دي بتبقى مخيمات اللاجئين فيها عددها أكبر، يعني مثلا كل مخيم فيه 30,000 أو أكتر. فإحنا يعني حصل في تعنت من خارجية تركيا في إصدار التصاريح بتاعت دخول المخيمات وكده نظرا للوضع السياسي في مصر بالأخير يعني. فخدنا خطة بديلة، يعني في تلاكيك برضه، تلاكيك عليكم يعني. حصل، مع إن ده عمل إنساني أصلا ملوش دعوة بالسياسة خالص. فهي قافلة إغاثة ثقافية إنسانية ملهاش علاقة خالص بأي موقف سياسي. فاللي حصل ده، فإحنا دخلنا لبنان. حاجة محزنة حقيقي جدا، حاجة تضايق يعني. فكرة يعني نتلكك عشان إحنا في يعني آراء مختلفة أو مواقف مختلفة، فتطال الموضوع أو يطال الحالة الإنسانية أو المواقف الإنسانية أو الخدمة الإنسانية بالشكل اللي بيقول عليه حسن. دخلنا طرابلس حي تنك، كان في هناك طبعا المؤسسه او اللي احنا رايحين عندهم ما عندهمش امكانيات خالص تقريبا، يعني حي تنك في طرابلس ده تنك يعني صفيح او قصدير، حي الصفيح. فهم عشان هو ده المكان كله كان بالاصل حي الصفيح. هما صفيح ده راجع لسببين، السبب الاول ان هم عايشين في عشش او غرف كده سقفها صفيح سقفها صاج، والسبب الثاني ان ده كان تجمع جميع الصاج والقمامه اللبنانيين يعني لبنان اصلا او في المنطقه دي بالظبط. في طرابلس. فاللاجئين السوريين لما راحوا بقى قعدوا في المكان ده، متواضع جدا وغالي جدا، يعني الغرف رغم انها عشره زي ما انا بذكر غرفتين و ده مأجرينها. طبعا مش مملكينها، هو التأجير غالي يعني $500 في الشهر، ده مبلغ كبير يعني بالنسبه للاسره. يعني الاسره ب $500 شهريا في غرفه، في غرفه غرفتين. أو غرفة يعني السقف بتاعها صفيح. صفيح ومفيش أي إمكانيات، يعني مفيش مية مثلا بيجيبوا هم خزاناتهم، يعني حاجات أبسط أساسيات الحياة مش موجودة يعني. ومش مستنيين معونات، هم ناس بتشتغل؟ طبعا كلهم، يعني هم كانوا جايين من مستوى اجتماعي أكبر، يعني كان عندهم ضيعاتهم وكان عندهم زراعتهم وتجارتهم في سوريا، فلما نزحوا يعني لبنان اشتغلوا طبعا ومش مستنيين معونات من حد، بالعكس نفسهم عزيزة وأبية جدا، يعني احنا حتى لما كنا تعامل معاهم كانوا متحفظين جدا، اطفالهم يعني هم مربينهم على عزه النفس والاباء كده والعزه. ما احنا مش رايحين ندي معونات، مش رايحين ندي حاجات ماديه او عينيه، احنا رايحين ندي ثقافه وفن ونعلمهم رسم وتصوير ومسرح وحاجات زي كده وموسيقى. رغم كده، رغم ان الاهالي كانوا بيحاوطوا على ابنائهم وكانوا في الاول كانوا مش مرتاحين لفكره خروجهم. قعدتوا كام يوم؟ قعدنا 11 يوم. 11 يوم ازاي بديتوا؟ ازاي اقنعته؟ ازاي لقيته في امتناع في الاول وبعد كده قبول بالفكره وبعدين عمليه الرضا؟ في الاول خالص الاقبال كان من الاهالي اللبنانيين اكتر. الاطفال اللبنانيين جم، لان احنا كنا في مدرسه مجاوره جدا حي تنك، بينهم تقريبا شارعين، كانت غالبيه سكانها برضو حي متواضع، المساكن دي جنب حي تنك. بداوا الاطفال اللبنانيين يجوا، بدا الاطفال السوريين لما احنا بقينا نروح لهم في قلب الحي التنك يجوا، بس حب الاستطلاع والاستكشاف، يجوا من ورا اهاليهم الاول، بعدين اهاليهم جم يطمنوا عليهم. طبعا لما لقونا، وكمان احنا مش مصريين بس، احنا مصريين وسوريين وتوانسه، في مننا سوريين يعني، في كان معانا حسن سليمان
وعندنا مضر الحاجي ويرى يازجي من سوريا، وكان ده بيقرب جدا. هما زي ما بيقولوا الناس اعداء ما يجهلون، وكان في الظروف الحرجه جدا دي هما جايين من قصف وظروف صعبه في سوريا، فصعب انهم يثقوا في اي حد. فاحنا بدانا معاهم بالاضافه الى التجربه المريره، تجربه الفقد وتجربه الموت وتجربه الدمار اللي عاشوه. يعني يمكن في كلمه قالها حسن واحنا بنتكلم، بقول له طب الناس هناك شايفه الدنيا اللي بيحصل في سوريا ايه؟ فقال لي جمله هايله، قال البعض شايف ان في صراع بين باطلين. فعلا هم بين باطلين، يعني مش حد على حق فيهم، وان كان فكره ان لازم يكون في دولة. هو طبعا هي هم يعني هم دايما بيتلاشوا، يعني بيتجنبوا الخوض في نقاشات لانهم عندهم مقاسي، يعني لو حد فتح بقه بس تعرف ان ده اخوه شهيد وبنته شهيد. في حد حاولت الاقتراب، الاقتراب مأذوب، اقتراب يعني انت هتتعب او تأزم اكتر منه، لان هو خلاص يمكن اعتاد على الازمه شويه، انت هتفاجئ وتصدم. انا فوجئت، كان في احد اللاجئين يعني مش هذكر اسمه، لان هو يعني طلب مني ان انا ما اصوروش، وطلب مني بيقول لي عشان والدتي. فقلت له ليه؟ قال لي انا لما والدته مشيت يعني ست كتير، قال لي انا اخويا شهيد وابن عمي شهيد وابن خالي شهيد وبنتي شهيده. ف هو كان طفله، بنته كانت طفله وحصل قصف على ضعيفهم، فالبيت اللي هم كانوا فيه كانوا كلهم في مكان معين، والبنت كانت تلعب عند البوابه، فالقذيفه او الصاروخ ده وقع عند البوابه، فالبنت 3 سنين استشهدت. ففي مقاس يا راجل، ده رغم حميميته ومضياف جدا وعنده قدره جدا يعني كبيره على العمل والاقبال على الحياه، بس هو اختار انه يبقى موجود في طرابلس نظرا لسبب غريب شويه. يعني بيقول انا كل ما يموت لي حد سهل عليا من طرابلس ان انا ادخل سوريا، وسهل دي يعني بين قوسين ان هو بيقعد 25 ساعة بري عشان يدخلوا سوريا. يعني المسافة اصلا انا اعرف ان المسافة ما بين سوريا ولبنان على الحدود في المنطقة دي تحديدا يعني مسافة 6 ساعات. لكن 25 طبعا نظرا انه ما ينفعش يعدي على نقط النظام، فبيعدي على نقط الجيش الحر المسمى بالجيش الحر، هم بيسموا زي ما هم عايزين. هم في 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 مقاسي كتير، الناس هناك متمسكة بهويتها، متمسكة يعني هم تلاقيهم دايما مضاف. لقيت الاطفال التعامل معها ازاي؟ الاطفال هل ما زالوا يحملون فكره الحلم الامل الاستعداد للحياه برغم من اللي شافوه بعينيهم؟ هو عندهم يعني حتى في لوحاتهم ورسوماتهم، احنا كنا بندي الاطفال ترسم، في مش هنسى ابدا طفل عنده 4 سنين و7 شهور، 4 سنين و7 شهور رسم صورة بيت بتقذفه دبابة. فده طفل يعني شيخ قبل الأوائل أوي، يعني شاف حاجات، إن هو بيتكلم ده بيته اللي حصل، إن ده بيته ورسم دبابة وقذفت بيته. وده اللي جابه حتى في العرض المسرحي اللي اتعمل، يعني هم عملوا ارتجلوا عرض مسرحي ألفوا مع بعض. إن طبعا إحنا حاولنا يبقى أجواء تلة ودمنة وأجواء زي كده، قالوا أه ده في قرد صحي من النوم ملقاش قلبه، فبيقول للناس انا ما لقيتش قلبي، فالناس ضحكت عليه، فراح البحيره عشان بالصدفه بص في صفحه البحيره يعني عشان يشوف، ما لقاش نفسه، فغاص في قلب البحيره، ازاي انا مش لاقي نفسي كمان، يعني مش لاقي قلبي ومش لاقي نفسي، فغاص في قلب البحيره. ففي العالم بتاع البحيره شاف انعكاس للمستقبل، شاف ان هيحصل فيه دمار في الغابه والحيوانات جيرانه وكده، طلع يحذرهم، قال لهم ده مش هيبقى فيه غابه، مش هيبقى فيه بيوت، وكلنا هنتشرد. يعني حتى في الارتجال بتاعهم بداوا يحكوا حياتهم بشكل رمزي مؤلم. يعني الاكتشاف الامكانيات اللي عند الاطفال في حاله وفي ظرف وفي تهجير وفي يعني مغادره اوطان موهوبين للغايه وظروف صعبه جدا، لقيتوا ايه؟ هم موهوبين جدا، اذكياء جدا، على مستوى عالي من التلقي. يعني هم كان اول مره بالنسبه لي، انا بعلم تصوير، انا وعلي البوزويده صديقي من تونس، وكان معانا مطوع تاني الفنان المصري حمدي رضا، بنعلمهم تصوير اول مره يمسكوا كاميرات بعد 11 يوم. عملنا معرض رائع جدا، الزوار لما جم قالوا لنا انتوا المصورين كمصورين محترفين، افتكروا انتوا يعني الرؤيه بتاعتكم او الشغل ده بتاعكم انتوا، شغل الاطفال اللي انتوا دخلتوهم ورش تدريبيه من 6 ايام ل 8 ايام او 9 ايام. ما كانش في انتظام، نظرا ان اثناء الورش او اثناء العمل هناك حصل في انفجارات طرابلس، فده
ادى بقى الانكماش زياده وتحفظ زياده من الاهالي. لا بقى احنا ما بقوش يخرجوهم من البيت. يعني كان في ناس كنت بتاكل انفجارات حصل حصل بيننا وبينهم 500 متر. يعني احنا شفنا الانفجارات والاطفال ذعرت جدا برضه اعاده ذكريات القصف ليهم. يعني هم خلاص ذكرى سيئه. يعني يبدا حتى علماء النفس يقولوا ان الانسان لما يخوض تجربه مريره يا اما يطلع منها بحذر شديد او بثقه مفرطه. يعني الاثنين، يعني التجربه يا اما تخلي فيه انسان عنده حذر شديد وده طبعا حذر، او ثقه مفرطه لو كانت تجربه جميله. يعني هو الموضوع كان ان احنا اساس ثقتهم كان صعب، بس في الاخر اكتشفناها نظرا انهم شافوا فينا احنا مش ناويين حاجه خالص غير الخير، واحنا شبهكم. يعني سواء كنا من جنسيات مختلفه ولا لا، بس احنا شبهكم وقلبنا عليكم. ففعلا في الاخر الاهالي اخر يوم ده مش هنساه، لان انا كنت اخر يوم ده خلينا اخر حته عشان برضه ايه، يعني العمليه مليئه باحزانها مليئه بالمها حقيقي. يعني نرجع لنقطه ثانيه وهي الانشطه اللي انتوا قسمتوها في تصوير فوتوغرافي، في رسم، فنون مختلفه. يعني ايه هي مجمل الانشطه اللي اقبلوا عليها الاطفال؟ مجمل الاطفال، هو الاطفال كانوا حابين يعملوا كل حاجه برضه زي ما حصل هنا في طبل عنتر، بس كان عندنا ورش تعليم فوتوغرافيا، ورش مسرح كان قائم عليها الفنانه وداد سلوم ومضر الحاجي الاثنين من سوريا، وفي معانا ياسر علام من مصر وسيف الدين جلاصي من تونس، وفي تعليم موسيقى وائل القاق من سوريا، محمد علي حزين من مصر، طارق عبد الله من مصر، كان في دكتور اسامه عبد الله من مصر كان بيقدم مساعدات طبيه، هو وكان في مساعده له من لبنان ريهام البابا، كان في رنا يزاجي من جمعيه التواصل اعتقد او افاق مش متذكر الاسم، بس هي سوريه واشتغلت مع اطفال في الرسم والدعم النفسي وكده. دي كانت حاجات مهمه جدا. فكره التنوع، الفرايتي الموجود، الجنسيات العربيه الموجوده داخل القافله، بيبقى المردود بتاعها اكبر من لو كانت جنسيه واحده هي لو كانوا كلهم مصريين وكلهم توانسه وكلهم سوريين. طبعا ليه؟ لان في هناك احنا اتعاملنا مع اللبنانيين والسوريين. فالاطفال اللبنانيين كان عندهم بشكل ما الاهالي قايلين لهم انه لا ما تختلطوش بالسوريين، لان السوريين وحشين. ليه وحشين؟ نظرا انهم جايين ياكلوا اكلنا وياخدوا شغلنا ده في لبنان. في لبنان. فلما اتكلمنا معاهم، كان مثلا معانا الفنان حسن سليمان فنان فيديو، ومعانا لينا عبد فلسطينيه مصريه. انتوا بتحبوا مستر حسن او استاذ حسن؟ بنحبه. طب ما استاذ حسن سوري. بتحبوا استاذه وداد؟ بنحبها. هي سوريه، مضر سوري. يعني بدانا، وحتى على الاطفال، لان الاطفال نفسهم كانوا برضه واخدين جنبين في الاول خالص. يعني احنا هنبقى في الجروب دي او المجموعه دي نظرا ان ما فيهاش غير اللبنانيين، واحنا في الجروب دي عشان بس سوريين. طبعا السوريات والسوريين الاطفال يعني كانوا بياخدوا جنب اوريدي، هم واخدين جنب بالفعل. فلما بدانا نعمل مع بعض انشطه، يعني احنا مثلا حتى في توزيع الكاميرات لما نقول نخرج ونصور، كنا نتعمد ان مثلا ثلاثه، اثنين سوريين واحد لبناني، ثلاثه كل واحد معاه كاميرا. حلو ده قوي، بحيث ان خلاص نقرب ندوب فكره الفواصل دي اللي موجوده، اللي انا شايفه انه جاي ياخد حقي، لا او جاي يعني مضيق عليا المكان. ف بدانا نعمل ده، وده واضح قوي في الرحله. عملنا رحله لمدينه اسمها مدينه جبيل او ميناء جبيل في لبنان، كانوا اول مره يروحوها طبعا لبنانيين وسوريين اطفال. اختلطوا قوي نظرا ان برضو المجموعات لما كنا بنتحرك خمسه مثلا لكل متطوع، فكل متطوع معاه مثلا برضو اثنين سوريين وثلاثه لبنانيين او ثلاثه سوريين واثنين لبنانيين، لان احنا ما حاولناش نفصل. اول ما رحنا كان الغرض من القافله ان احنا يبقى الاطفال السوريين هم المستهدفين بالقافله، فلما جم الاطفال اللبنانيين حاولنا بالعكس نستغل بقى نقرب نقرب ده اهم. احنا مرحله البراءه افضل من، يعني هي دي البدايه. طب فكره ان قمت بعمليه جماعيه كلكم باطفاء شيء من الجمال على المكان، ده حصل؟ ده حصل الحمد لله. كان في تمكنا من الحي ده، حي في منتهى العشوائيه، فهو عشش. عملنا حملة نظافة كده، يعني اشترينا مقاشات وحاجات زي كده ومعدات قفازات وكمامات عشان احنا والاطفال ننظف الحي، حي التلج. فكانت بالنسبة لهم حاجة حلوة، لان اوريدي زي ما ذكرت قبل كده السوريين نظاف واللبنانيين برضه نظاف، فكان كل واحد بينظف حوالين بيته، بس هم مش حاسين انهم عايشين
فاقتنع. يعني بيحتفظ طبعا في الذاكره الضوئيه اللي عنده ببعض اللقطات لطفله اتمنى مش عارف يعني يمكن بالامكان اعرضها ولا لا او موجوده عندنا. هي موجوده على الفيسبوك عنده على فكره. وطفله سوريه وهي بتبيع الورد وهي احلى من الورد. فعلا يعني هي في نظافتها وجمالها احلى من الورد اللي بتبيعه. ده نموذج من نموذج يعني خلينا فكره انك برضو عندك فكره انك عايز تلقط لقطه فريده من نوعها بتدور عن اغرب. ما هو الابداع مش في الشيء الجميل بطبعه لا، ده القبح احيانا هو مما تفاصيل الابداع من تفاصيل الجمال اللي بتؤكد الجمال ولا تنفيه احيانا او الجمال في القبح. يعني هل في لقطات انت كنت عايز تلقطها وتحتفظ بيها وما رضيتش؟ فعلا كتير يعني. هو زي ما بيقولوا دايما ان احلى لقطه هي اللقطه اللي ما اتصورتش او الصوره اللي ما اتصورتش. ففي كنت بشوف كتير حلقات اللعب بتاعت الاطفال بس في المنازل هناك في غايه التواضع وفي مناظر مش تمام نظرا ان فعلا نظام الصرف مش موجود تقريبا. ففي قبح زي ما حضرتك ذكرت. فانا ما كنتش احب اصور ده لان هم نفسهم مش حابين ان دي الصوره اللي تتصدر للدنيا. لا احنا نضاف يعني احنا نضاف ولكن الظروف الصعبه بالظبط. هم تظهر بيهم الحال طبعا لما راحوا مخيم لاجئين بس هم اصلا جايين من مستوى معيشه اعلى مستوى اجتماعي اعلى فدايما المحافظين في صورتهم دي. فما كنتش ابدا احب اصورهم. واحنا حتى واحنا بنخرج مع الاطفال نتصور كان الاهالي او اللي مش معانا في القافله او في الورشه يقولوا لا ما تصورناش وبتاع. فاحنا دايما كنا بننبه على الاطفال ما تصوروش حد مش عايز يتصور. فدي كانت محل تقدير جدا من الاهالي والجيران ان احنا بنحترم خصوصيتهم. خلينا نقول نروح لاخر يوم بقى. اخر يوم ايه اللي حصل فيه؟ اخر يوم عملنا حفله اليوم ال11. بس قبل ما نروح اليوم ال11 برضه مش عايز ارجع لاخر يوم اوصل لاخر يوم لانه اكيد يعني اشد ايلام من اللقطه الاولى لما تدخل في المكان وتشوف الناس اللي كانوا عايشين في الضيعات بتاعتهم اللي عايشين في تجارتهم الناس اللي مبسوطين في اراضيهم يصل بيهم الحال الى هذا الحد او الى اسوأ حال. انتوا قافله عشان تروحوا بيروت عشان تروحوا طرابلس عشان تروحوا اماكن تاني احتمال ممكن تروحوا الحدود ما بين تركيا وسوريا. طبعا مشكله اللاجئين. التمويل المعرض الثقافي بتقوم اللي هي المنظمه الحقيقيه انا بتقوم بتنسيق الموارد دي. يعني في يعني احنا مثلا خارجين من مصر معانا ادويه ومعانا كتب. كل واحد فينا كان شايل شنطه كتب جوه شنطه كتب كبيره وشنطه ادويه. هي كل حكايه مين اللي يقدر يتبرع بايه؟ يعني كل مثلا دور نشر هتتبرع بالكتب. شركات ادويه او صيدليات كبيره تتبرع بالادويه. لو في دعم من او يعني في رجال اعمال مثلا هتتبرع بتذاكر الطيران او بحجز فنادق مع ان احنا ما كناش قاعدين في فنادق. يعني احنا كنا قاعدين ما تقدرش هتقدر خالص. احنا كنا قاعدين جنب الحي بتاعتنا بيننا وبينهم ما فيش يعني حوالي 10 دقائق مشي. كان نفسنا نسكن في الحي زي ما نفسنا في طلع عنتر لكن هيقرب الفارق. بس حتى ده كان صعب. يعني احنا كنا المكان ضيق وقليل. حاولنا ناجر مكان بس عملناها ورشه. يعني كان في منشره كده منشره يعني مكان بنشور فيه الخشب. عملناها ورشه عشان نعمل فيها تدريبات المسرح. وده برضو كان يعني انا اسف ان اذكر بس كان ب 500 دولار ومن غير كهرباء. وقعدنا نتفاوض على الكهرباء لحد ما جبنا ب 100 دولار اضافيه وهكذا. الموضوع هناك صعب شويه. فبنحاول نعمل ده باقصى صوره من بساطه. يعني احنا كمتطوعين طبعا ما بناخدش اجر. طبعا كفايه يعني تتوفر لكم فكره التذاكر والاقامه وده يعني وكتر الف خيركم. يعني اولا فيها الموضوع فيها مخاطره فيها يعني هسيب انا شغلي ومصالحي هنا كلها ورايح من اجل فكره نبيله بحاول. ممكن اضيف نقطه؟ اتفضل. احنا محتاجينهم اكتر بصراحه. يعني اي متطوع هو عارف كويس جدا ان ده يمكن اكتر عمل له معنى في حياته. يعني احنا بنشتغل وبتلهينا دوامه الحياه والفلوس والتحقق والكلام الكبير ده بس ما فيش حد فينا وده اجماع مش عندنا لوحدي ده اجماع ان ما فيش حد فينا لما راح حس قد ايه ان كل اللي في حياته ده تقريبا ملوش معنى. او مع لو هنقارنه بالجدوى الانسانيه او الجدوى اللي ليها تحقق على الارض او
له فايده لازم تشوفه بعينك عشان تقدر تقرر وتحط نفسك مكانه. ما احنا مشكلتنا ان احنا مش حد بيحط مكانه او نفسه مكان التاني ويشوف الامور بشكل خارج الحيز اللي هو واقف فيه. الدنيا هتختلف معاه قوي قوي. خلينا اخر يوم كان شكله في لقطه سريعه. لقطه سريعه، الاهالي اللي كانوا متحفظين قبل كده كانوا متشوقين جدا يشوفوا اطفالهم بقى على خشبه المسرح وشوفوا اعمالهم الصور والرسم والحاجات اللي زي كده. احنا كنا متوقعين القاعه تشيل 200 بالكتير قوي 230 فرد، شالت حوالي 600 فرد في صور. خليني اقول يعني جمله كتبها احد المشاركين في القافله الملحن والممثل محمد علي حسين: على قد سعادتي باحساسي اننا النهارده وقبل ما نروح، طبعا في اللحظات الاخيره هناك، وقبل ما نروح زرعنا زرعه طيبه في حي التنك، على قد قلقي مين راح يسقيها، لكن في امل. كيف يمكن الاستمرار معهم وعدم انقطاع الامل؟ وسلام من صبا برد ارق ودمع لا يكفكف يا دمشق. بشكر حسن امين ودايما في الامل والعمل والخير. شكرا. رنا مكاوي بعد الفاصل والفقره الاخيره في هذه الحلقه.